بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الحبيب، ماذا يحدث إذا قلت إنا لله وإنا إليه راجعون؟ الجواب عند حبيبك عليه الصلاة والسلام. استمع معي إلى هذا الحديث العظيم المبشر الذي يبشرك بالخير، يبشرك بخير عظيم عندما تكثر من هذه العبارة: إنا لله وإنا إليه راجعون. السيدة أم سلمة رضي الله عنها هي زوجة أبي سلمة، تروي لنا هذا الحديث العجيب الصحيح. ماذا تقول؟ قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أحد من المسلمين يصاب بمصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم إني احتسبت مصيبتي عندك فأبدلني خيرا منها. من يقول هذه العبارة أيها الأحبة، ما هي النتيجة؟ إلا أبدله الله خيرا منها. طبعا لما توفي أبو سلمة زوجها، ما الذي حدث؟ تابعوا معي أيها الأحبة. قالت أم سلمة: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم إني احتسبت في مصيبتي فأبدلني به خيرا. إذن قالت: يا رب، إني احتسبت في مصيبتي فأبدلني به خيرا منه. طيب ما الذي حدث بعد ذلك؟ تابع معي أخي الحبيب. ثم قالت: وجعلت أقول في نفسي: من خير من أبي سلمة؟ فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبني فتزوجته. والله حديث مليء بالتبشير. من منا اليوم أيها الأحبة لا يتعرض لمصائب كل يوم؟ نحن في عصر المصائب. من منا لا يتعرض لضيق أو مرض أو هم أو مشكلة في بيته أو مشكلة خارج بيته؟ سبحان الله، نلجأ لكل الناس وننسى أن مرجعنا إلى الله. ما معنى إنا لله وإنا إليه راجعون؟ يعني أنا الآن أصابني شر، مصيبة، مرض، موت، فراق إنسان عزيز، فراق إنسان قريب، ابن أو ابنة أو زوج أو زوجة أو أب أو أم أو أخ أو أخت، كلها مصائب. في هذه الحالة النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يربطك بالله ويذكرك أن المرجع إلى الله، أنك في النتيجة ستموت وتعود إلى الله. إذن لا تكتئب وتيأس وتندم وتفتح مجالا للشيطان ليستحوذ عليك وتقول: ما الذي فعلته لأصاب بهذه المصيبة؟ ما الذي فعلته ليصيبني هذا الشر؟ ما الذي تفتح عمل الشيطان، وبالتالي تنسى ذكر الله وتتراكم عليك الهموم، قد تموت قهرا. ولكن هنا النبي أراد أن يذكرنا بأن مصيرنا إلى الله، وأنني في النتيجة سأعود إلى الله، وبالتالي كل هذه المصائب هي ستختفي مع الدنيا. يعني أنا الآن أعيش في هذه الدنيا،
كل المصائب مرتبطة بالدنيا، بعد أن تنتهي هذه الدنيا وأعود إلى الله، المصيبة هناك أنني لا أجد عملا صالحا، أنني نسيت الله. الله تعالى يقول: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون، والعياذ بالله. لذلك أحبتي في الله، هنا يظهر ويتجلى ثقل هذه العبارة: إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم إني أحتسب هذا الأمر عندك، يعني أنا يا رب أسلمك هذا الأمر، فأنت تكفيني شره، تكفيني شر هذا الحادث، تكفيني شر هذه المصيبة، تكفيني شر الحزن، تكفيني شر الندم، وأبدلني خيرا منه. يعني أنت تدعو الله أن يبدلك خيرا من هذه المصيبة، بالفعل الله سيحقق لك ذلك. إذن كل من يقول إنا لله وإنا إليه راجعون ويدعو الله بهذا الدعاء ويسأل الله أن يبدله خيرا مما أخذ منه، سواء زوج أو زوجة أو ولد أو إنسان عزيز، ثق تماما الله سيبدلك خيرا منه، إن لم يكن في الدنيا ففي الآخرة. وهذا المهم، المهم أن يبدلني الله خيرا من هذا البلاء في الآخرة، أهم من الدنيا، لأن الدنيا في النتيجة ستفنى أخي الحبيب. والله عز وجل عندما يحب العبد يؤخر له الإجابة إلى يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يعني أنت الآن فقدت ابن أو أب أو زوج أو زوجة مثلا، كم ستعيش؟ سنوات، 100 سنة، ولكنك أيضا ستلحق به، ستموت. إذن أنت مدتك محدودة على الأرض، وهي تقابل ساعة من ساعات يوم القيامة الذي يقدر 50,000 سنة. ستقف في مواجهة أعمالك، ستقف حيث ينساك الله إذا نسيته في الدنيا. لاحظ أخي الحبيب، النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام في كل أحاديثه، كل الأحاديث التي قرأتها وكل أفعاله وسيرته، يعطيك صورة لإنسان شديد الثقة بالله، دائم الارتباط بالله، دائم التوجه إلى الله، دائم التوكل على الله، يسلم الأمر لله، يتذكر الله، لا ينساه أبدا. هكذا أرادك النبي، لأن هذه الطريقة تضمن لك السعادة. السعادة ليست بالمال أخي الحبيب، المال يفنى، النساء، الدنيا ستفنى، كل شيء سيفنى، ويبقى ذكر الله، ولا ذكر الله أكبر. لذلك إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا جزء من ذكر الله، هي جزء من آية: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. طيب ماذا يحدث؟ أولئك عليهم صلوات، أي رحمات، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله سبحانه وتعالى سيهديك للسلوك والعمل الصحيح، الله عز وجل سيهيئ لك الطريق الصحيح. إذا أصابتك مصيبة في عملك، في رزقك، سيهيئ لك الرزق الصحيح والرزق الكثير والكريم. وهذا الكلام أيها الأحبة ليس كلاما نظريا، هذه تجربة كل من دعا بهذا الدعاء.
وأنا أتحدى أن تجد إنسانا يدعو بهذا الدعاء بإخلاص وهو موقن أن الله سيبدله خيرا مما أخذ منه، إلا أبدله الله خيرا مما أخذ منه. مستحيل أن يخلف الله وعده، إن الله لا يخلف الميعاد. وبالتالي هذه العبارة ينبغي أن نتذكرها، وحتى في أوقات الرخاء ما هو المانع أن تقول إنا لله وإنا إليه راجعون؟ كلما رأيت ظلم معين تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، كلما رأيت يعني أصابك ضيق، أصابك هم، أصابك حزن، أصابك ضيق في الرزق، أصابك ضيق في العيش، أصابك مرض، مصيبة، أي مصيبة، مصائب الدنيا كثيرة كما قلت لكم، وبهذا خاصة في هذا العصر، تذكر دائما أن تقول إنا لله وإنا إليه راجعون. سيهديك الله للطريق الصحيح حيث يبدلك مكان الحزن فرحا وسرورا، ويبدلك مكان الألم صحة وسعادة، ويبدلك مكان الضيق رزقا واسعا. هذا هو وعد الله ووعد رسوله عليه الصلاة والسلام. لذلك أرجو أخي الحبيب ألا تنسى إنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.